خلونا نبدا اخبارنا النهارده من اجتماع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره لمتابعه الخطوات التنفيذيه لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشان تطوير القاهره الخديويه في المنطقه ما بين ميدان التحرير والاوبرا، مرورا بميدان طلعت حرب وميدان مصطفى كامل. الاجتماع لناقش كيفيه تخصيص عدد من شوارع القاهره للمشاه فقط، وكمان تخصيص عدد من الشوارع للمشاه في المساء. هذا امر مهم جدا ويعني في غايه الروعه، لانه تحويل القاهره الخديويه لاماكن تراثيه ده حاجه يعني لما الناس بتيجي تتفرج والناس بتيجي تصور، ده اكيد بتفرق عن صوره مصر وعن صوره القاهره التاريخيه. وطبعا قد ايه كمان الموضوع ده هيعيد رونق هام للمنطقه واللي احنا كنا بنحبها وبنحب ان احنا نتمشى فيها. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع، عن هذا التطوير، من الدكتور محمود غيث رئيس الجمعيه المصريه للتخطيط العمراني. صباح الورد يا دكتور. صباح النور، اهلا استاذ كريم، تشرفنا بحضراتكم. يعني عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن مساله تطهير القاهره في الوقت الحالي، يعني فيما يتعلق بتطوير القاهره الخدويه. يعني تمام حضرتك، احنا في الواقع ده اول عمليه تطوير حقيقيه للقاهره التاريخيه. احنا لسنوات طويله كده ان ننسى القيمه الكبيره لهذا الموقع الذي يؤثر في مش في القاهره، في يصل الى تاثير عالمي. احنا كان السياح زمان نجد كان في توجه الى هذه المنطقه، الا انه مع تراكم مشاكل القاهره وعدم قدرتها على استقبال الحلول الجديده لارتفاع الكثافات والاختناقات المروريه، فقدنا الامل في ان يتم تطوير حقيقي لهذا الموقع. الى انه مع تطوير ونشئه العاصمه الاداريه اعطتنا فرصه كبيره لتخفيف الاحمال والاثقال العمرانيه والاختناقات عن القاهره، بما اتاح لنا الفرصه لاعداد مخططات تفصيليه، بل اصعب انواع المخططات التفصيليه، وهو ان تخطط منطقه تاريخيه لتعيدها الى رونقها كما ذكرت حضرتك، الى ان هذه العمليه عمليه فنيه عاليه تحتاج خبرات عاليه، تحتاج الى دراسات طويله، منها دراسات على مستوى القاهره، بل دراسات على المستوى القومي وحركة السياحة العالمية كلها، لأن هذا مقصد عالمي، وهذه منطقة فريدة وفيها عناصر عمرانية فريدة، وإعادتها سواء بالحماية والحفاظ وإعادة تجديد الواجهات. طب دكتور محمود، بما أن حضرتك ذكرت السياحة، أنا عايز أعرف تأثير التطوير ده على السياحة هيكون شكله إيه؟ كان طبعا عندنا مقصد سياحي قديم وأصيل وأساسي، ويقصده السياح من الداخل ومن الخارج، لكن طبعا طمست هذه المعالم بالنمو والزحف العشوائي وارتفاع الكثافات والاختناقات المروريه، كاد ان يطمس كل هذه المعالم. نحن نعيد الان الوجه والطابع المعماري الحقيقي والنشاط الاقتصادي والاجتماعي الى الصوره الاصليه، ونتيح له هذه الفرصه من خلال بصرات للمشاه، من خلال عمليه تنسيق المواقع، واحنا عندنا جهاز رائع اسمه التنسيق الحضري، وضع معايير دقيقة وتفصيلية لإعادة كل مبنى إلى حالته الأصلية، وإعطاء فرصة ومساحات ومناطق خضراء وممرات، بحيث هذا المعلم الخطير الكبير الذي له قيمة على مستوى العالم يعود إلى صورته الحقيقية، ونخفف عنه كل الأثقال. ونحن هذه الأعمال تؤكد أن العاصمة الإدارية لم تكن خصما من رصيد القاهرة، بل دعما لفرص إحياء وتطوير القاهرة لتخفيف الأثقال العمرانية ونقل بعض الاستعمالات ذات التأثير السلبي وذات التأثير التلوث إلى مواقع جديدة أفضل، وفي نفس الوقت تعطينا مجال حيوي للتطوير بإضافة عناصر معمارية، بإضافة مساحات خضراء، كل هذا في مخطط تفصيلي دقيق استغرق وقتا طويلا، ونحن الان بصدد التنفيذ واتخذت اجراءات على الطبيعه، ازاله المخلفات، تهيئه الموقع للانشاء، دراسه تفصيليه ومسح عمراني شامل دقيق لكل مبنى بحيث يعود الى الصوره الاولى التي كان عليه، وهي هذه المناطق تدرس على مستوى عالمنا العربي والعالم الخليجي. طب دكتور محمود، يعني دائما زي ما احنا بنشوف دلوقتي كمان على الشاشه، يعني شكل لهذا التطوير ولهذه الخطوات التنفيذيه لتطوير القاهره التاريخيه،
لكن ماذا عن عملية المتابعة وعملية الصيانة فيما بعد؟ يعني هو جيد جدا ان احنا نبدأ في هذا المشروع، لكن يعني ايه بقى الخطوات لمتابعة وصيانة هذا الامر؟ أيوة، حضرتك قلت اهم سؤال في هذه القضية، ان نعيد الامور الى سابقها والى صورتها امر فني نستطيع، ولكن في ما يسمى بالحماية والحفاظ والارتقاء. الحماية والحفاظ اهم من اعادة الصورة. كيف نحافظ على هذه العناصر العمرانية؟ ما هي أساليب الحفاظ المختلفة التي تتضمن عملية ترميم وتحسين وصيانة مستمرة؟ أنا لما بيسألني حد المدى الزمني لهذا المشروع أقول أنه مستمر على المدى القصير والمتوسط والطويل، هي عملية مستمرة لتحقيق الحفاظ والحماية على هذا الطابع، وهي لا تتوقف كل يوم. أنا لو توقفت ستعود الصورة إلى النسيان والإهمال وفقد هذه المعالم الفريدة. ففي برامج تفصيلية حضراتكم يمكن في لقاءات قادمة تنشر بالتفصيل، وهي موجودة مسبقا، كيف نحافظ على كل مبنى وكيف نحافظ على المنطقة بشكل مستمر، وصيانة وتحسين وحفاظ وحماية وارتقاء. هذه الكلمات ليست كلمات إنشائية، بل كل كلمة منها لها برامج وخطط. ويسعدنا في لقاءات قادمة إن شاء الله ممكن نشر هذه الأساليب وهذه المراحل الزمنية التي لا تتوقف على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ليس له فترة وينتهي، بل هي عملية مستمرة، ليست سنة أو سنتين ويتم الإنجاز، بل عند إتمام الإنجاز تبدأ الأعمال الأصعب. صحيح، ده طبعا يعني ده يعني من الامور المهمه في بدايه اي مشروع. انا بشكرك شكر جزيل الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعيه المصريه للتخطيط العمراني.